منال ابراهيم المشرفه على منافذ السلع الغذائيه بالزراعات الاخرى. عايزه اعرف من حضرتك اسعار اللحوم عامله ايه النهارده والسجق والكبده وجميع يعني مصنعات اللحوم. طبعا معالي وزير الزراعه اطلق مبادره خدمه ترعى اهالينا. طبعا المبادره المقصود منها ان هي تعرض المنتجات باسعارها مخفضه وكواليتي المنتج عالي. طبعا اسعار اللحوم ب 260 والكبده كذلك السعر. طبعا السجق ب 200 جنيه البرجر ب 200 جنيه اللي هي دي متجزئات اللحوم. طب والدواجن؟ الدواجن برضو اسعارها مخفضه جدا. الاسعار مثلا الفرخه على بعضيها الكيلو فيها ب 70 جنيه الوراك ب 75 عندنا الكبد ب 5 الكبد والقوانص النص كيلو ب 45 في عندنا البانيه ب 150 جنيه للطبق. في كمان عندنا الطبق ده 950 جرام 900 جرام في عندنا كمان الكيلو البط ب 120 جنيه وفي اقبال كبير جدا من المواطنين وكمان في ثقه في اسم وزاره الزراعه لان المنتج الوزاره بيشرف عليه نقل الاطباء وبيخرج كواليتي المنتج عالي وسعر وجوده للمنتج للمستهلك. العسل زيت الزيتون المربى زيت الزيتون والمربى طبعا زيت الزيتون ال 190 جنيه لللتر النص ب 80 جنيه طبعا نيجي نقرب الاسواق الاخرى ب 500 جنيه و 600 جنيه طبعا ده ما يبقى ده رفع العبء عن كان المواطن كمان وزاره الزراعه بترفع العبء عن كان المواطن فده بتعرض الحاجه بسعر التكلفه. طبعا احنا عندنا لان ما فيش حلقات وسيط ما بنستأصل وصله الوسيط من الحلقه دي لان دي بترفع الاسعار على المنتج. طبعا احنا عندنا اسعار العسل النحل 15 نوع عسل نحل بيبدا من 50 جنيه لحد 250 جنيه للصحراوي مثل الصدر الجبلي المستورد. في عندنا كمان اللي هو الخام عندنا الموالح الجبلي البركه بيبدا سعر العسل البرسيم من 50 جنيه لحد الموالح طبعا 65 البركه 75 اللي بالشمع الجبلي كلها دي ب 75 جنيه سعر الجبل ب 80 جنيه. طيب مع دخول المدارس حضرتك عارفه المدارس قربت تدخل فالوزاره بتوفر ايه من الجبن والالبان هل بتوفرهم باسعار اقل من بره؟ وزاره الزراعه لها دور طبعا في دخول المدارس اللي طبعا بتوفر جميع المربات بجميع انواعها عندنا انواع الجبن كلها بننزل عليها اسعار وتخفيضات اللبن بنسبه 20% على الالبان المربات هيبقى بنسبه 30% عن المثلثات بالاسواق الاخرى بحيث ان انت من كام المربى؟ المربى ب 60 جنيه للكيلو بتاخديه سمر وسكر فقط لا غير بدون اضافات اخرى مثل تصنيع الشركات الاخرى. فاحنا عندنا جوده ومنتج والثمر بتاعها بيبقى قطع المربى بتاعتها بتبقى قطع بجانب العسل النحل والطحينه اللي بتعرضها وزاره الزراعه برده بحيث ان احنا برده بنزود نسمه الحديد في الجسم الناس ثلاث ارباع مصر عندها نقص في الحديد طبعا فعندنا العسل النحلي جميل جدا والطحينه كمان احنا بنعرض الصلصه المكرونات العسل النحل زيت الزيتون السلع الاساسيه سكر ورز ومكرونه والحاجات دي كلها بنتعرضها منافذنا.